يستمر مهرجان جاب السينما فن التونسي في دورته الثانية، لكن من خلال العروض أونلاين من 3 حتى 11 من أبريل تحت شعار شوف أونلاين، وهي خطوة جديدة في عالم المهرجانات، جاءت رغبة في ضمان استمرارية المهرجان وإيجاد منفذ للمواطنين في الظروف الحالية للفنون والثقافة. وسيتابع الجمهور على امتداد 9 أيام 40 فيلما في قسم السينما، تتوزع على مسابقة للأفلام الطويلة روائية ووثائقية ومسابقة للأفلام القصيرة. للمزيد ينضم إلينا من دبي الزميل جميل ظاهر، محرر الأخبار الفنية في العربية، وأيضا تنضم إلينا عبر سكايب من باريس فاطمة شريف مديرة مهرجان جابس سينما فن. أهلا بكم، واسمح لي يا جميل نبدأ بليدس فيرست طبعا، يسعد صباحكم. ويعني فاطمة خلينا أستاذة فاطمة خليني أسألك في بداية الأمر، كيف جاءت هذه الخطوة وهذا القرار لعرض الدورة الثانية من المهرجان أونلاين وإقناع كل المخرجين بالمشاركة أو عرض أفلام أونلاين؟ والله الفكرة جيت باش تتأقلموا للوضع معناتها الصحي في تونس وفي العالم الكله، معناتها شفنا اني ما نجموش الناس اللي عازمين ما عادش تنجم تجي تونس، الظروف كانت صعبة، لازم الناس تبقى تفوتها، وكان نحبوا نشجعوا الفكرة هذية. ومن ناحية ثانية ما كانش بدنا نطيو المهرجان ولا نأجلوا، فجيت الفكرة من الشباب في الفريق فتبنيناها، معناتها كل الفريق تبنيها، بالنسبه لنا معناتها كانت فكره جيده تتاقلم للوضع في نفس الوقت تخلينا معناتها نواصل المشوار ونقدم اشياء زاده في البيوت للجمهور، اللي هي افلام واشغال فنيه مختلفه على المتعودين نشوفهم على الانترنت وعلى التلفزيون. معناتها كي نوريو سينما المؤلف في العالم العربي وحتى من العالم كله مع البرمجه تبعتها، هما اشياء مانيش متعودين نشوفها. طيب فاطمة خليني أسألك، بأنه عادة المهرجانات دائما ما يكون حفل الافتتاح هو أو الختام هو سيد المشهد دائما وبقيمة الضيوف الذين يأتون، اليوم كيف سيكون هذا المهرجان حتى أيضا لجان التحكيم تكريم الفائزين، كل هذه أسئلة تتراود في الذهن. والله احنا من اول معناتها من خصوصياتنا اللي معناتها احنا نحبوا حفل الافتتاح، حفل الاختتام، لكن بالنسبه لنا ماهيش الاهميه الاولى، معناتها الاهميه الاولى والضيوف الاكبر والاحسن هما الافلام، وشغلنا الكل في المهرجان هو على الفكره هذه، معناتها الضيوف على راسنا وعيننا بالطبع، وكلنا نحبوا نشوفوا بعضنا هذيك شيء مهم، لكن فكره المهرجان زاده كانت اللي احنا ضيوفنا هم الناس اللي تفكر اكثر شيء، هم الناس اللي تفكر في السينما وللحديث مع بعض، مو للافتتاح وللاختتام، والنقطه هذه ديما تطرح مع الصحافه، السؤال من اكثر السؤالات اللي تجينا، شكون عندكم ضيوف، شكون في ستارز عندكم، واحنا ديما نقولوا معناتها ستارز هو المخرجات والمخرجين والافلام. طيب خليني أعود للزميل جميل ظاهر، تأخرنا عليك يا جميل، ولكن خليني أسألك عن أهمية هذه الخطوة في عرض المهرجانات أونلاين، وأيضا يعني أهم المهرجانات العالمية التي تم إلغائها بسبب هذه الأزمة التي نعيشها. ما حتروح يا جميل؟ والله هذه صباح الخير لك وللمشاهدين وللسيدة فاطمة، طبعا مروة صباح الخير كمان. أنا اللي بدي أقوله أنه بدون شك هي خطوة مميزة وخطوة ممتازة، أنه استطاع مهرجان جابس بإقناع المخرجين أنهم يقدموا أفلام بهذه الدورة، ولم يحرموا الجمهور من مشاركات من هذا النوع. طبعا الإبداع هو يجب أن يستمر، لأن بالنتيجة هذا معمول للجمهور للناس، والأفلام جاءت يعني تأتي تباعا، يعني كل سنة المخرجين يأخذون أفكار جديدة وأشياء جديدة يقدموها للجمهور، فهذه فرصة جاءت، رغم أنه هناك فعلا مهرجانات كبيرة كانت معدة لهذا العام، نبدأ من مهرجان البحر الأحمر، مهرجان عمان، وأيضا كان هناك مهرجانات في وجدة وفي المغرب ككل، كان في حركة ونشاط كبير للسينما، لكن طبعا هذا كله توقف بسبب
هذه الأزمة التي نعيش فيها، أزمة كورونا. إنما أنا بعتقد أنه يعني في جرأة من المهرجان، وواضح يمكن كما قالت السيدة فاطمة أنه هن يهتموا بالسينما ككل، وهذا شيء معروف عن تونس أنه دائما لا يخضعوا لشروط المهرجانات، عملية النجوم والسجادة الحمراء وغيره، هن يهتموا أكثر بالسينما، ويبدو المخرجين المساهمين بهذا المهرجان هم أيضا من هذا النوع، والممثلين أيضا مشان لا نسقط حقهم في هذا الموضوع، أن يكون الهم الأول هو الوصول إلى الجمهور، الأفكار الجديدة التي تطرح من خلال هذه الأفلام ومناقشتها إن كان عبر وسائل التواصل أو عبر أي وسيلة أخرى، المهم أن يتم هذا التواصل وتصل الفكرة إلى جمهور المشاهدين. يعني أنا سؤالي موجه لك جميل وأيضا للسيدة فاطمة، هل هذه الأوضاع ستلقي بظلالها حتى إن شاء الله إذا نجح هذا المهرجان في إيصال رسالته، ماذا عن السنوات القادمة؟ هل ستكون هي علامة فارقة بأنه يكون الأونلاين هو الرئيس وليس كما قال زميلنا جميل السجادة الحمراء؟ لا، بالنسبة لنا أبدا الفكرة اللي احنا نرجع معناتها مثل ما كنا، بالنسبة لنا العلاقة مع الناس والحضور والتفكير مع بعض والورشات، معناتها احنا نشتغلوا مع الطلبة في جيبس، وأهميتنا في معناتها بالنسبة لنا احنا علاش مشينا لجيبس، عشان جيبس معناتها هي مدينة وجنوب التونسي معناتها محروم بصفة كبيرة من الثقافة، دونك بالنسبة لنا هذايا الخدمة والشغل اللي احنا نحبوا نعمله، دونك مهم لينا نرجعوا. لكن الفكرة قلنا كيف عشنا معناتها توا قاعدين نعيشوا في التجربة أونلاين، ممكن يكون كويس اللي بعد المهرجان نتفقوا مع البلاتفورم أونلاين باش نعديوا بعض الأفلام. وبربي نحب نرجع للنقطة اللي هي مشاركة المخرجين والمخرجات والموزعين زادة والمنتجين معنا، معناتها كانوا معناتها خذوا الوضع استثنائية الوضع، وحبيت نفكر زادة اللي بعض الأفلام اللي تعديوا توا في مهرجان جيب سينما فن أونلاين، البعض منهم ما تعديش حتى في القاعات، معناتها وخذوا معنا كان عندهم الجرأة وجاءوا معنا، حبيت نشكرهم برشا معناتها اللي خذوا بعين الاعتبار معناتها استثنائية الوضع. طيب لو تحدثنا عن أهم الأفلام المشاركة في هذا المهرجان، وفي أفلام قد تعتمد على المؤثرات الصوتية، هل ستظلم من خلال العرض أونلاين أم لا؟ ما فهمتش بالكدي سؤال، كيفاش معناتها هو في المسابقة، في أفلام المسابقة أهم الأفلام المشاركة في هذا المهرجان، وقد يكون هناك أفلام تعتمد على المؤثرات الصوتية التي عند العرض في السينما. فهمت واضح السؤال. بالطبع معناتها ماهيش قاعة سينما، معناتها احنا الناس كلنا اللي نشتغلوا في السينما بالنسبة لنا معناتها كيف تتفرج معناتها بكل صراحة، كيف تتفرج على فيلم، كل الأفلام فرج على فيلم على كمبيوتر ولا على الهاتف مش نفس الشيء، مش نفس الأجواء في الصورة في قاعة السينما، حتى أجواء قاعة السينما مهمة معناتها. يمكن أقصد هتظلم في النتائج في الحكم عليها الأفلام هذه. وفي نفس الوقت احنا معناتها فكرتنا نوصلوا للسينما للناس، والسينما اللي تخلينا زادا نحلوا الصوره ونفكروا معها، مش الصوره نتاع الدمغجه. ففكرنا نقولوا اللي احنا كيف ثم نتفليكس وهيمنت لاشياء مثل هذه، به اللي يكون ثم معناتها افلام وعلاقه مع فنون الصوره مختلفه. طيب شكرا جزيلا للسيدة فاطمة شريف مديرة مهرجان جاب السينما فن، شكر موصول أيضا لزميلنا جميل ظاهر اللي قاعد ويانا في دبي وإن كان عبر سكايب، شكرا لكما، يعطيكم الصحة والعافية. جميل السنة الجاية نروح أنا وياك قابس. شكرا لكم. شكرا، أهلا بكم. السلام.